العاصمة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم وبرنامجكم اليومي الاجتماعي بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي. أهلا بروفيسور. مرحبا يا سناء، بارك الله فيك. اليوم بروفيسور غادي نتكلموا على نموذج ربما صبح كثير في مجتمعنا المغربي ديال الرجل اللي كيوصل لسن معين وقادر على المسؤوليه والزواج، ولكن بحكم انشغالاته في العمل ما كتسمحش ليه انه يقوم بعلاقات التعرف، فكيبدا يطلب من الاسره ديالو من المحيط القريب ليه انهم يبحثوا معاه على عروس، وكيبقى كل فرد من الاسره يعني الاخوه والعائله ترشحوا فتيات باش يسروا الزواج للاخ ديالهم ولا الابن ديالهم، ولكن هذا الشخص يعني ما تيميل او لا تنجذب لاي فتاه، يعني كل عروس يعني تيتلاقاها تيبدا ينتقد اما الشكل ديالها او لا شي تصرف قامت به او لا كيخلق فيها شي عيب باش يرفض، وفي الغالب الاسره يعني كتستسلم وكتراجع الوراء وما كتعرفش كيفاش تتعامل مع هذا الشخص. النضج ما كيجيش بالسن او بالجسم، كيجيب واحد طاقه نفسيه روحيه. عندنا أربعة ديال الطاقات، عندنا الطاقة العقلية، الطاقة الفكرية، والطاقة الروحية، والطاقة النفسية. علاش كنستثني الطاقة الفيزيولوجية؟ يعني بالنسبة لي الدماغ البشري، العقل البشري موجود في الجسم كله، ما كاينش شي خلية اللي ما عندهاش بنية دماغية. توت لي سيلول سون تابيسي دو ستركتور نورونال، كل شيء. فلهذا الفكر الإسلامي هو الوحيد اللي كيعطي الإرادة الأشياء. إن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم تكلمنا أيديهم وأرجلهم، والله سبحانه وتعالى يقدر ينطق أي حاجة، ولكن علاش قالنا تكلمنا؟ علماء اكتشفوا بأن القلب البشري عنده بنية دماغية، كيحلل وكيعقل. واحد العالم بيولوجي في ليطا ديال الميسيسيبي في أمريكا كيربي واحد النوع من تمساح الاليجاتور اللي الجلد ديالو عنده قيمة مالية تجارية، فإذا في هذيك المحمية الطبيعية لعدد كثير من هاد التماسيح لي زاليجاتور كيتوفى وكيموتوا بدون سبب. درسوا العلماء جميع الأشياء، تسمم في الماء، تسمم في الغذاء، كذا وكذا وكذا وكذا، ما لقاوش. احتجهم المدد العلمي من عند واحد الباحث كيبحث في كندا، نفس الظاهرة قاصت واحد المنطقة ومرضوا السلمون بواحد الشكل غريب. فاش غيفيدهم؟ بأن الغذاء اللي كيتغداو عليه هذوك لي زاليجاتور التماسيح ما بقاش منوع بحكم واحد لا سيليكسيون وقعات وسط الاسماك، ولا كياكل نوع واحد من الاسماك، وما بقاش عندهم ان ابور سيفيزون في الفيتامينات دو لا فامي بي. وهاد الفيتامينات دو لا فامي بي سورتو لا فيتامين بي 12 مهمه لا ستركتور نورونال، والخلايا الدماغيه بالمرتبه الاولى والخلايا الاخرين محتاجين لها. لقيت اللي تقاست الحيوانات كيتصرفوا تصرف غريب، كيبقاوش يعرفوا يعوموا، كيبقاوش يعرفوا يتحركوا، كيولي غادي القلوب حتى كيختنق حتى كيموت. فلهذا بالنسبه ليا لا فورس فيزيولوجيك ايت اون اكستنسيون دو لا فورس مونتال، وحتى انه ما نستثنيوش الشخص اللي عنده اعاقه، كيبقى عنده نفس الحدود. والمثال لهذا هو ستيفن هاوكينز العالم الرياضي اللي كنحبوا ونحترموا، اللي ما كيتحرك فيه حتى شي عضو في الجسد الا الدماغ، وشوفوا المستوى العطاءات العلميه والاعلاميه اللي كيعطي هذا الرجل هذا. فالنضج في العالم البليد المرجعي ديالو هو الجسم، هو الجسم. وعلماء السوسيولوجيا كيعرفوا بان النضج هو ما بين 25 و 30 سنه، واكتشفوا علماء النورولوجي بأن الدماغ البشري كيكتمل النمو ديالو نهاية 25 سنة. صدفة؟ أنه اكتماله 25، ولي سوسيولوج عارفين في دراساتهم بأن النضج 25 سنة. النضج ليش؟ باش كنعرفوا واحد الإنسان ناضج، هو يرضى ويصبر على ما اختار. كيرضى
وتيصبر على الاختيار ديالو. كيمشي كيتعرف لواحد الفتاه كيجي كيقول لها اختو يا خويا طويله بزاف عوراجه، هاي انتقدت الاختيار ديالو. هو لا راضي به، ولكن هل يصبر على انتقاد الاخت او غير يبدل السيده؟ غير يمشي يتعرف لواحد اخرى يا خويا قصيره مطبزه. هو رضى بالاختيار ديالو عجبه، ولكن هل يصبر؟ لا. النضج هو ان ترضى بالاختيار ديالك وتصبر عليه. والا لاش العرب دارت المثال ديال الاب والطفل والحمار؟ راه القصه هذه معروفه في كليله وديمنا، معروفه في التراث العربي، ان واحد الاب ولده جايين مسافرين لواحد الحمار راكبين بجوج، يتلقى واحد الجماعه الناس تيقولوا ما هذا الظلم، ما بقاتش رحمه في قلوب الناس، حتى واحد ما يرحم هذه الدابه. نزل هو من فوق الحمار وخلى ولده الصغير راكب، تيتلقى جماعه اخرى ما هذا القبح، ولا الشيخ يمشي على رجلو والصبي القوي راكب فوق الدابه، نزل ولده ركب هو. جماعه اخرى قالت يا لا حول ولا قوه الا بالله، الضعيف مسكين غادي تيمشي والشيخ اللي يقدر يصبر على الصفر راكب. انزل هو ولده خلاو الدابه غدا تبعاهم، تلقى واحد الناس قالوا سبحان الله ربي عطيهم نعمه يركبوا عليها وهم مضيعينها. ناض هو يركب ولده قال له يا ولدي زيد نركبوا كيف كنا غاديين في الاول، راه الا جينا نتبعوا كلام الناس راه ما غنديروا حتى حاجه. فالناس كتكلم والانتقادات كتحضر والاراء كتختلف، والناضج ملي كيختار نضج، انا النهار اللي نعم علي الله بلقاء من راديو وتختارينا، عرفت شنو هذاك الاختيار المتبادل؟ ها اختيار متبادل، ها انا جيت حاب ميد راديو، وعرفتي شنو اللي مس ليا في قلبي باش حبيت ميد راديو نهار الاولى لسنة؟ واحد الحمله اشهاريه كنت درتوها فيها واحد الطفل صغير، قلتي وكتبتو نحن في خدمه ميد راديو فوت سيرفيس، ودرت التصويره ديال هذاك الطفل. انا قلت هاد الناس اللي كيعتنيو بالاطفال هادو فيهم رحمه وفيهم خير، لان المغرب هذه زريعته، هذه الزريعه المغربيه هاد الاطفال هادو. فملي جيت وجلست مع لالا فاطمه زهراء جديري قلت لها لا راه جابت ولقيتها وراها في المكتب حطاها، راه ما خلى بالنا اذا القريبه منكم. فمن نهار اللي وقع الاختيار المتبادل عمرك سمعتيني في شي اذاعه اخرى ولا في شي موضوع اخر؟ ها؟ علاش؟ ما عنديش عروض اذاعات اخرين؟ علاش؟ لان احنا الناس الحمد لله نعمل الله بشويه النضج، والنضج ما كيتكتملش، هو كل عام كتزيد منه شويه، ولكن واحد نوع القسط منه اللي كيعطينا الثبات، واحد الطرف منه. ما كنبقاوش نقزوا. دابا هاد القواعد في هاد القناه ودايز لهاد القناه ودايز لهاد القناه ودايز لهاد القناه. في ار بي فوا جو ريبريزونتو تيخرج عند الباب وياخذ لونفلوب، شحال جاتني شحال؟ راه حسب زين. بدا حتى البرنامج الاخر. لا حلو كانوا شك كنقزوش. فهاد الثقافه ديال التنقاز كثرات، وتتمست هاد الناس هادو الشباب اللي عشاق ملال، يشوف وحده في فيسبوك تعجبو، يشوف وحده في تويتر تعجبو، يشوف وحده في اريزو سوسيال تعجبو، يشوف وحده في عرس تعجبو، يشوف وحده في الشارع تعجبو، كل شيء عاجب 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 عاجب، ولكن يبرك اخويا تقرعت حدايا، وعلى مال اخويا بغيتها ما تاكلش، راه اللي كيتقرع هو اللي حي. لا خويا فيها ريحه العرق، ومال اخويا بغيتها ما تعرقش ما دا الجلد. لا خويا ضفارها هكذا، ومال ضفارها راه كيطوال وكيقصار. فاي شخص تشوفه كينتقد الصور ديال الناس عرفوا ما مقادرش يتزوج لهذاك، راه مزوج لواحد اخر، مزوج لواحد صاحبه، مزوج لاختو، مزوج لامو. خاص هذوك الناس اللي تيبنيو ليه الراي ديالو، ما عندوش استقلال في الراي، اللي تيأسوا ليه هو الراي، هذوما اللي بيني وي وي دائما تيقولوا وي 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 وي. ها هذوك ما عندوش راي ثابت يقول انا اختاريت ولا لي، يقدرش، لان صاحبو يعيب ليه اختياره تيحس بنقص، تعيب ليه مو الاختيار تحس بنقص، وحنا ما تنعيبوش في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما حقيقه الايمان؟ بغيت تدرك حقيقة الإيمان، شنو هي حقيقته؟ ألا تعيب في شخص واحد الأمر يقدر يكون فيك.
ما حقيقة الإيمان؟ ما تعيبش في واحد بنادم، ما تعيبش فيه. شي السيدة البارحة قالت لي هذيك الإنسانة كلا ولا ما كنعتوش حنا حبابنا، تخيل لما انت باركه مع سيدك تقول له هذيك الإنسانة جيب لي كاس الماء، غتجيك عيب. ولا هذيك ولا اه ولا هذيك تقول الحاجة لالا الشريفة، كدير ألقاب التلطيف والتحبيب. فالوقيتة للإنسان في اللغة ديالو تيعطينا إشارة بأنه ما معترفش بالآخر كسلطة عليه، حيت فوقاش بعض الناس كيعترفوا بالسلطة الآخر عليهم تا كيحبوا. هو لا، هو نحن أمة سمعنا وأطعنا نطيع وباقي كاع محبين. ودابا أنا غنحب الشرطي باش نطيعو، كنطيعو. واش غادي نحب رجل الإدارة باش نطيعو؟ كنطيعو. على الأقل الحب عندي مع والدي، مع مولات الدار، مع وليداتي، مع ديك بوحدها، وعلاقة الطاعة مع أولي الأمر كاملين. فهاد الشخص هذا النضج ديالو وبناء الرأي ديالو، الرأي باش كيتبتاني هو القوة الفكرية، الرأي باش كيتبتاني بحنكة. الحنكة هذيك الخدمة، شي بحال شي معلمة طرازة، معلمة خياطة، مبقاتش كتبقى تاخذ العبار. عا كتشوف تطلق عيني عليك دوك صافي جلابتك جاية. راه كتعرفي انت اللي ولات كاين شي معلمات بلا ما تحس كاع تعبر عليك، كتشوفك دوك صافي صافي مجد جلابتك. ومسكينة هذيك اللي عاد بادية وبلاتي زيدك اختي ودوري وظهرك وكتفك بحال المعلم الحلاق. دابا كلشي ولا كيحلق بهذيك الطوندوز، قليل اللي بالمقص. علاش؟ لان المقص كيوري العيب، الطوندوز هي مقاده شغلها عا كدوزيها فر كتمغادا. فهنا بناء الراي في هذا المجتمع الحالي ولا النضج مبني عليه. انا كنكون جالس في في في, في قهوه ولا وكنسمع شباب كيتكلموا، كاين شي شباب اللي تبارك الله ما شاء الله نضج هائل، وكاين اللي كيغير رايه في البلاصه خمسه نوبات. كنكون جات باكو تلقوني على الطبله اللي حدايا، هذا تيقول لي لا متفقش معاك كذا وكذا، خرج يقول لي اه كيفاش كذا وكذا، اه يا متفق معاك في البلاصه كيرجع. كيفاش في البلاصه رجعتي؟ بقى شاهد في رايك، دافع عليه، اعطي لي زارغيمون سيونتيفيك، اعطي المعلومات، وحتى يتبين لك بار اغريغا من عند الاخر بان المعلومات ديالو هو عندها الثقل العلمي وبان تبينات بان راه انت ربما فواحد راجع. ما غادي يخرج فيك عينه ويعطيك الجبهه ويقول لك اه وترجع اللور لا. فهنا خصنا نقولوا لهاد الشباب اي اختيار غتختاروا غتلقى فيه شي حوايج مكتمله وغتلقى شي حوايج ما مكتملهاش. كيف هي عاوتاني اللي كيف هي السيده ملي غتختارك انت راه غتختار فيك شي حوايج مكتمله وشي حوايج ما مكتملهاش. ولكن الانسان الاستقامه هي راس المال، الصبر والدوام هما راس المال. ما الجمال الطوله والقصر والغلظ واللون راه مع الوقت راه كيمشي، عاد تضرب 55 عام 60 عام يا ليل يا عين مشى كل شيء. مرحبا. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما خلال برنامج بكل وضوح. فاصل وغادي نرجع مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية على 0522-46-72-50-51-52 أو 0522-43-00-00. أتاي الربعة على فوحداش الحقيقي هو أتاي السبع وبوحدو السبع. إذن مستمعنا نرجعوا مباشرة بروفيسور لاستقبال مكالمات الهاتفية على 0522-46-72-50-51-52 أو 0522-43-00. سعود معنا زهرة. ألو ألو زهرة من الحوس، مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. لا لا لاباس. مش لا ولا ولا الانسان ما فيه عظم ما تيتلوهاش. لا باس. لا زهره بخير. لاباس الحمد لله. عافاك دكتور، عندي واحد المشكل. شحال في عمرك؟ عمري 17 عام. تبارك الله تبارك الله. المستوى الدراسي؟ لا ما كنقراش. خرج الله. امتى خرجتي بنتي؟ نعم. امتى خرجتي؟ خرجت من الثانيه اعدادي. شنو السبب؟ شنو السبب؟ مشاكل عائلية. فاش احتاجتي استشارة البرنامج؟ شنو؟ فاش احتاجتي استشارة البرنامج؟ أنا عندي واحد المشكل، كنعرف واحد السيدة راه طاق التليفون.
تفضل. كتعرفي شي واحد باغ تليفون ياك؟ كيفاش عرفتي باغ تليفون؟ واش شي نهار عيط لك وغلط ودويتي معاه ولا كيفاش؟ لا، بنت واحد العائلة غلطت في المرياك ومن بعد عطاتو أنا المرتي، بقى كيعيط ليا. ما فهمتش دابا، شي بنت من عائلته غلطات عيطت لك؟ لا، بنت من عائلتي أنايا. إيوا غلطات في المرا وبقات كتخربق، يعني خرجت في المرتو. أها بدات كتهضر معاه يومين. أها النهار الثالث ملي غتمشي عطاتو المرتي أنايا. أها يعني بقى السيد كيعيط لي المرة الأولى، الثانية ما جاوبتوش. يعني سمانة وهو هكاك. المهم سمانة تانية أنا جاوبته وقال لي راه كنت كنعرفك. قلت لي أنا ما كنعرفكش. قال لي ولكن يا كنتي فلانة وفلانة. قلت لي هاد المعلومات عليا أنا، ولكن ما عمري هضرت معاك. لا حول. من بعد عيطت لي ديك بنت عمتي قالت لي شنو درت شنو درت. شويطين هادي، شويطين هادي عفريتة. إيوا كنهضر معاه يعني صافي ولفتو. كنهضر معاه لمدة 3 شهور. عرض عليا الزواج. شحال في عمرو هو؟ عمرو دابا 23 عام. إيوا هكا ما عمرو عرض عليك الزواج بهذا الشكل هكا، يعني السلام عليكم وعليكم السلام تزوجوا. يعني مدة 3 شهور صافي. قلت له انا عطيني شوية الوقت نفكر زعما نعرفك اكثر. قال لي واخا ماشي مشكل بقينا هكاك. يعني دابا شهر. قال لي صافي انا هي هي هي. يعني قلت واش من خدمة؟ يعني هو خدم في واحد الخدمة ماشي هي هذيك. كيفاش ماشي هي هذيك؟ يعني خدام في الكيف. يا ربي السلامة. يا ربي السلامة. يعني قولي يا بنتي زهرة. نعم. فايت لك سمعتي شي حلقات البرنامج عندنا؟ فايت لك سمعتي؟ واه كنسمعكم دائما. ياك كتسمعي واحد الحالة كتوقع لواحد العديد من النساء. كتزوج وراجلها كيشك فيها. واه عمرك سمعتي هاد الحالة هادي؟ كتزوج كيقول لها راجلها واش انا اول واحد عرفتيني ولا ماشي اول واحد، وكيبدا يشك فيها تيقول لها لا انا ما شك، انا كنظن عرفتي شي واحد قبل مني انا كذا. علاش الراجل كيشك في المراه من بعد ما كيتزوج فيها؟ علاش؟ لان الطريقه باش تعرفوا ما هياش طريقه سليمه. تخيل دابا واحد معشي في واحد ريستورون خارج مع 11 ونص الليل وغادي يطالع للدار ديالو، وتيتلاقى واحد البنت خارجه هي وصاحبتها من واحد الريستورون كيسينو طاكسي، وقف ليهم وصلهم تبادلوا التليفون وقع تعارف خطبها تزوجها. نهار اللي غيتزوجها غيقول لها قولي لي واش النهار اللي هزيتك انايا في الشارع في الليل واش انا اول واحد كتركبي معاه؟ وتيبدا يتأول ويفكر ويشك. احنا في المغرب عندنا واحد ان ريتوال، واحد النوع من بروتوكول. الثقافه هي كاك، الثقافه هي بروتوكول. في اليابان عندهم بروتوكول، في الصين عندهم بروتوكول. الدول اللي ما عندهاش بروتوكول هي دول حديثه بحال بالي امريكا ما عندهاش بروتوكول. يبرك معاك ويدير صباطو فوق البيرو ويعطيك صباط فوجك. احنا عندنا عيب يكون عندك ضيف في الصالون وتكا وتعطيه رجل لوجهه، تجيب راسك حدا راس السيد، ماشي كدير راسك انت حدا الحيط وتعطيه رجله. الامريكا عنده عادي يبرك معاك ويهز رجله يحطه فوق البيرو ويدوز معاك بيرو ديالو وتقول لي حيصبطك ما حيصبط. فالحضارات اللي هي حديثه العهد، امريكا يلا عندنا واحد 130 سنه في العهد ديالها، 130 سنه ماشي 14 القرن، 14 القرن شحال عام ولا؟ والحضارة العربية راه ماشي عندها 14 القرن، هذه راه الحضارة الإسلامية، أما هي راه عريقة قبل الإسلام. والثقافة العربية راه استمرت بعد الإسلام، لأن راه فيها أشياء حميدة جدا، الكرم والشجاعة والاستقامة كانوا عند العرب قبل مجيء الإسلام. كانوا العرب كيبيعوا الشراء بالكلمة، قبل مجيء الإسلام عندهم كلمة. واللي ما فاش الكلمة ما يستاهلش يبقى معاه. كانوا كيحميوا الضعيف. واللي بغى يتأكد يمشي يشوف الوقيتة اللي جات أمنا هاجر لمكة، راه كانت غير هي ولا اسماعيل، ما عندها لا عسى لا لا لا, لا حمايه لا والو. ومالهم ما خطفوهاش وما داهاش واحد زوجها بزاز ولا
جاءوا لقاو السيدة عندها وليد ساكن أقل منهم، كراو من عندها الأرض. ناس راه كانوا كيتحاربوا بالآداب، تخيل. راه ما سميتوش الإبادة، سميتو القتل. القتال أنه تيحاول يقتل، القتال اللي كيحط السلاح الآخر كيحبس. ما عمر تبت على المسلمين في الحروب ديالهم الإبادة، ما كيشدوش 30 واحد ربعهم يقتلوه، كيحيدوهم السلاح ويسجنوهم ويداوهم يخدموا. سيدنا عمر كيقول لهم جيبوا لي السجان المعلمين، على باش تقتل سيدنا عمر؟ راه واحد من السجان جابو تيعلم المسلمين الحرفه وطالقينه في المدينه كيتصرف، جات فرصه لقى الخليفه حدا قتلو. واش شفتوا العقليه المسلمين كيدير الحقيقيه؟ ما كيشدوش واحد من السلاح وينعسو ويذبحو ويقتلو في الله. بصح اللي تيقول في الحديث وحنا مابقيناش كنتاملوا فيه، لا تعود كفارة من بعدي فيضرب بعضكم رقاب بعض. راه قال لنا لا تعود كفار من بعدي، حدارت ولا كفار من بعدي وبدا يضرب شي رقاب شي، حنا وصلنا لها. ويجي واحد يقول لك انا تخيل كيصيفط قنبله تيقول الله اكبر، ما حشمتيش ما حشمتيش مصيفط المسلم قنبله وكتقول له كتكبر عليها. والحديث والاحكام الشرعيه واضحه، اللي قتل المسلم مشى لجهنم من الحرمات الكبرى. بنتي زهرة ردي البال، تتلعبي بالعافية وكتغامري بحياتك. دابا داك الفراغ تيخليها فراغ، الله يرضي عليك، والملل والمسلسلات والأفلام المدبلجة، لأن دور الإعلام الحقيقي ماشي نكثروا من أخطار المجرمين ومن المشاكل ديال هذه مطلقة نصالحوها وهذه هاجر أمو، ماشي هذا دور الإعلام الحقيقي. راه خص تكون دراسة سيكولوجية على الوطأة البرامج وشنو كتولد كانطباع في نفسية المواطن. خصنا نشدو البرامج ديال قناة قناة من الاثنين حتى الحد، نهار الاثنين الصباح مع ال 12 وفي العشية، شنو تدوز وشحال من عائلة كتفرج وشحال من عائلة هكا تتحلل. وشنو كدير؟ كدير لا درتي برنامج ثقيل فيه يعني وطأة سلبية، تتبعوا برنامج انشراحي فيه تفاؤل باش كيمص، باش كيمص. حنا تتبدا داك انا شنو كاين في القناة الصباح، برامج اوروبية مدبلجة هذا الصباح مع 11 ادخل على الخط مسلسلات تركية الغرامية الفاسقة، كتجي الاخبار تغداو الناس تبعوا عاوتاني برامج تركية والشي الاخر المكسيكي وهذاك الشيء. ثم كيجي واحد برنامج حوار في العشيه، ثم شي فيلم قديم تعاود وتعاود داز عاود 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 تعاود كيعاودوه. ثم في الليل عندك فيلم هندي مدبلج، ولا عندك عاوتاني شي برنامج مزفت. اذا تخيل هنا سكيزوفرينيا اعلاميه، كيتفرج المواطن ما كاينش تناسق. لا غدا ثلاث نفس سكيزوفرينيا غتعاود، لا ربع نفس سكيزوفرينيا. دابا شوف الاعلام اللي ذكي، ناخذوا قنوات مثلا فرنسيه ولا امريكيه ولا كنديه، عندك الويكند سهرات كبرى، سهرات انا باغي نتسطع على لو غران كاباري دو فرانس 2، باغي نتسطع على البرنامج. كنقلب نلقى بحال في قناه عربيه ما لقيتوش، عرفتي شحال من عام عنده؟ اكثر من 20 عام. كنقلب نشوف شي برنامج بحال ميشيل دروكير، عنده اكثر من 30 عام برنامج. كنقلب نشوف برامج ديال فيليب بوفار، يعني عنده اكثر من 40 عام. وريمنا احنا في العالم العربي شي برامج عندهم 20 30 40 عام، وريمنا. علاش؟ لان هما تيصنعوا ريحه من 1858، عمرك شي ريحه كيصنعها وزين من 1858؟ وريني حنا في العالم العربي شي منتوج مصنوع من 1858 ما عدا الحشيش، هو اللي عنده تاريخ في العالم العربي مسخ الوالدين، هو اللي عنده تاريخ. كتجيك تلقى واحد حشيشي با حشيشي جدو حشيشي وكيعرف يصايب لك الجوان ويقاد لك المصيبه الكحله. فين عندنا احنا التاريخ؟ عندنا في الدين، عندنا في القران، عندنا في القراءات، عندنا في الشرح، ولكن في الثقافه مصر عطات، ولكن هم خربوا مصر، هم دقدقوا مصر. مصر اللي ما كانش كيفوت ثلاث شهور كنتي كتسمع اغنيه كتهز لك الكيان، دابا بقينا نسمعوا شي اغنيه كتجي مصر. لبنان حاولت تاخذ مشعل قدرات. خبرك تنقلوا بعضياتهم
ملحن تركي كيلحن دابا تركي كيلحنوا النقيل في المشرق. انا كنمشي لتركيا وانا كنسمع الناس والله الا اللحن التركي كيتخطف قسمين ولا غدا تصبح عنده قوال بالعربيه. شوها نصيحتي لك بنتي ردي البال ما تبقايش تفرجي في هذوك المسلسلات المفضيه. 17 عام راك باقا بنيتي باقا طفله باقا صبيه. واحد عنده تاريخ في الحشيش ولا الله يتوب عليه في بلاصه اخرى. حنا كنتمنى الله يتوب على الناس يتوب عليه يتوب على عباد الله، ولكن في بلاصه اخرى ما يجيش في بلاصه ضعيفه يمشي يتزوج بنت كابابل باش تلا غلط فيها تعرف. لان بنيتي باش واحد يتعرف عليك في التليفون ويطلع لك في التليفون ويخليك تخيلي وتصوري، هذا النهار اللي غتشوفي الحقيقه غتمي جايه لعين كفاك من خمس من طابق السنتيمتر ديال الارض وتكوني الله يستر حامله وما تلقاي لا دار لا دوار اللي يحميك واللي يهزك. والمغرب فيه الهشاشه الاجتماعيه ولو ان سيدنا الله ينصرو والبطانه الصالحه اللي معاه كيجريو. عندنا في المغرب ناس في الادارات وفي الوزارات ما هماش وطنيين. انا كنسمع مؤخرا من واحد مسؤول تيقول على مشروع ديال التكوين من وزاره تيعطي تعليمات لواحد اخر تيقول ليه المشروع ديال التكوين اللي كاين في المقاوله العموميه ما يدوش. والله كما حشمتك تغمشي نعطيه بصليه. تنقول لي شكون هو اللي يدوش؟ علاش بغيتي ما يدوش المشروع ديال التكوين؟ علاش ما يدوش؟ فاش درك؟ فاش درك المشروع ديال التكوين ما يدوش؟ فاش درك؟ وعرفتي فاش درو؟ لان خاص المدير الفلاني ما يبنيش نجاح. اش كيتسمى هذا؟ حسد. وين جينا ونجيكم الحسد. واخا بروفيسور الا سمحتوا مستمعينا غادي توقفوا مع فاصل اعلاني واختيار غنائي ومن بعده مباشره غادي نرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح دائما مع استقبال مكالماتكم الهاتفيه. مازال لقاء مازال تواصل كيجمعنا بكم مستمعينا دائما خلال البرنامج بكل وضوح رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي ومازال كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. بروفيسور نكملوا الا سمحت بروفيسور لانه تكلمنا على تكلمتي على البرامج ومدى التاثير ديالها السلبي واش هاد الانطباعات يعني السلبيه يعني اللي كيولدها هاد البرامج بهذا الشكل واش ممكن انه تدفع الشباب اليوم انه يعني اللي التكوين ديالو ضعيف واش ممكن انه ينحرف؟ علاش كي كيكثر الاغتصاب في حاله حرب؟ جنود اللي تيكونوا يعني مدربين وعندهم ثقافه وجايين من دول محترمه ملي كيمشيو حفظ السلام حنا كنشوفوا في الاعلام كيوقعوا حوادث حتى ولاو الامم المتحده كتحرج كتصيفط واحد العدد من الجيوش لحفظ السلام شويه كيسيقوا الخبر راه واحد العدد من الافراد ديال الجيش مشاو اغتصبوا واحد الناس في واحد القريه. ما بالك ملي كتكون حرب. هنا ما كندويش انا عن الاستراتيجيه ديال تغيير الديموغرافيه اللي كيستعملوها بعد الناس في التاطير العسكري انه باش يغيروا الديموغرافيه في واحد المكان كيامروا الجيوش. ما كندويش انا على الباب ماشي هذاك المبرمج. انا تندوي على الطبيعي اللي فعال اللي كيجعل الشخص بالهلي تبتو لي تيولي همجي. شنو السبب؟ ان النفس البشريه عندها واحد القدر وتدخل في حاله اشباع النيفو دو ساتوراسيون الي اوما. ف كنقول للحباب علاش الله تيوصل تيقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤوله. عطانا الحواس اللي كناخذوا بها المعلومه السمع والبصر والفؤاد. ها المعلومه واش كتخاد؟ كتخاد بالودن بالعين بالاحساس. ما عندكش طريقه اخرى باش تاخذ المعلومه خصك تشوفها او تسمعها او تحس بها. هو عطانا ربي المثلث اللي كيدخل لينا المعلومه وقال لنا راكم مسؤولين عليه. التجربه ديال 30 سنه الحمد لله معي بها الله. واحد النوبه جات عندي السيده حازنه على وفاه خطيبها وما فتحاتش البال اي واحد تعاود زوج توفى وكتحبو داز العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس لعائلتها وحبابها واصدقائها عياو ميقنعو فيها ما غاتش. واحد النوبه قلت لها عفا لله ردي البال هادشي غنقول لك يا اما غتمشي للمتعه طواعيه يا اما نفسك غتستدرجك وتما غتندمي. قلت لي ما يمكنش. قلت لها عفا اختي واش بدي واحد القوس تيلو قيدي اليوم النهار الفلاني في الساعة الفلانية قلت لك هذه المعلومة
وخليها عندك. جا واحد العرس من السيدة من عائلتهم غدي العرس. هذيك السيدة بغتاتهم كانوا عوالهم على العرس غادي يكون مثلا بعد 6 شهور حتى ولا العرس غادي يدار بعد 2 أسابيع. السيدة تتعاود لي قالت لي مشات بسرعة يعني 2 أسابيع كتفصل وتشري التواب وكذا وفي هذيك الفرحة وكذا كتلقى راسها كتزني مع متشرد في الشارع. قالت لي ما وعيتش تلقيت راسي كنزني مع متشرد يعني الناس اللي مساكن هذوك الناس اللي ما عنده لا دار لا والو اللي كيعيش ناعس غير في التروطوار. قالت لي كنزني مع هذاك الشخص قالت لي في واحد الموضع قالت لي الكارتونه والوسخ والنفايات. قالت لي واش قالت لي واش كتبكي وكتضرب في وجهها بحالك. انا ساكت قلت لها ملي كنقول لكم راه لا بوسي دارشيميد سي تي لوا فيزيك ملي كنقول لكم لوا نيوتن سو سون دي لوا فيزيك ملي كنقول لكم بان سو سون دي لوا بسيشي كتسحبوا باك انا كنتفلعوا ودابا هانتوما اكتشفتوها ومبارك مسعوده بنتي سيري دابا عيشي حياتك بهذا الحدث. ها هو استدرجاتك داتك نفسك بالهلي تبتولك. ملي كنقولوا راجل مزوج ما تمشيش تجلس في القهاوي اللي فيهم شابات صغارات جميلات راه العين وقيده اللي ما تضرب ما تشعلش غدا تضرب ما تشعلش غدا تضرب ما تشعلش ولكن الوقيده مع الحجر راه واحد النهار تشعل تيقول لك لا متمكن متمكن سير كمل عمسي. فهنا هاد البرامج هادي في البرمجه ديالها هنا فين الجهات المسؤوله على بحال وزاره الاتصال خصها هي دير هاد الدراسات هادي لان وزاره الاتصال علاش مديوره ماشي فقط ترخيص باش تحط بارابول ولا تدخل اباري الكترونيك راه مديوره لجميع الاشياء اللي فيها تواصل بما فيها المنتوج الداخلي خص دراسات اشنا هي الوطأة البسيكولوجيه لان احنا في 2014 نشوف مدى تاثيرها على اييه لله ويتجندوا لي هذه السوسيولوج المغرب راه عامر بلي سوسيولوج عندنا لي سوسيولوج من عيار ثقيل عمرك لقيتي في المغرب في هذه 10 سنين اللي فاتت دراسات سوسيولوج خرجت من المرحوم الخطيبي من المرحوم الخطيبي اللي كان عنده مركز ديال دراسات السوسيولوجيه في الرباط من المرحوم الخطيبي والاستاذ الطوزي من هاد الناس هادو ما بقينا نشوفوا دراسات سوسيولوجيه كتخرج شنو اما حنا عندنا مفكرين وعندنا عيار ثقيل وتدرس برنامج ماشي نبقاو لا اخترقتي الحد فتي الاشهار لا فتي الاغنيه لا درتي هادشي ساهل وباش نمشي ونعطيو للمغاربه واحد اللباس ثقافي اللي فيه ترفيه اللي فيه تنويع اللي فيه تجاري. حنا بغينا القنوات تربح الملاير حنا مغاربه مع الربح حنا مسلمين كنبغيو يربحوا الناس ولكن تربح في الافاده. اما ملي كتجي شابه محرومه من ساعات المتعه ما كاينش نادي فين تخرج ما كاينش تكوين دراسي ما عندها والو وتجي وكتشعل ما عندهاش الفلوس باش تمشي للانترنت لان راسها كوت خص كورديناتور وخصك لابونمون كل شهر ساكوت باش تكونسومي الانترنت وماشي غير ساكوت من ناحية المادية خصك ليه تكوين باش تعرف دير لا غوشيرش فيه هو راه بحر كي غتقلب فيه فالسهل بالنسبة لهذيك الشاب او الشابة خاصة الشاب لان الشاب كيخرج القهوة شابة انها كتمشي للقنوات الوطنية ديالها. ملي كتمشي للقنوات الوطنية شنو كتلقى؟ كتلقى الحزن المشاكل الوقيته اللي كتساتورا كتجي نفسها وكتدخل في حالات اشباع صافي تساتورات فين هو المخرج؟ حيت لا كان ساتوراسيون خاصني دي ساتوراسيون خصني ليها ان ابور اكستيريور ملي هي ما كتلقاش باش دير دي ساتوراسيون كتولي كدير لي الخبيث. فهنا ها هو مكالمه مع واحد لو كانت البنت حاذقه وعلى بال وعلى قرايتها تشعل معاه تقول اسمح لي اخويا كيفاش ندوي معك في التليفون اسمح لي غلطات السيده اسمح لي كذا واسمح لي كذا. اما هي فتحت الباب هياه وضحكنا علاش؟ لانها في حاله ساتوراسيون خاصها اي اليمون اي معلومه تجي مره تفوج عليها الحركه. حنايا اذا حنا كمجتمع حنا كناس اللي كنهتموا بالحق الفكري الثقافي الاعلامي ما اديناش الدور ديالنا الحمد لله. حنا في ميدان ادينا الدور كنتشادوا وكنغوتوا ندوزوا ناس اغنيه نعاودوا ناس نكته ما يمكنش في حلقه ما نقولوش جوج طرائف ثلاثه طرائف والناس راه كيعار كيعرفوها في برنامج قال لك بقاو شادين كرشهم بالضحك وهذا هو المقصود وكيستافدوا في نفس الوقت. انا راني مصاحب مع السلخية بروفيسور غادي ناخذوا حسن من اكادير لانه نقولوا هو كيتواصل معنا. الو
اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي حسن سلام، كي دايرين سيدي؟ بخير. مرحبا 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 حسن من اكادير اخويا. مرحبا بك سي حسن، مرحبا بك. الله يحفظك ويجيك بارك فيك. تك باغين عندي اسميتو حيت مع ميد راديو والموسيقى ديما كتقول على شي هذا باش تناقشوا شي موضوع الموسيقى مازال، وكنتظر شحال هذه المهمه دارت على اي كاين بالنسبه لي انا دابا عندي الجديد فيما يخص التوافقات الموسيقيه. تبارك الله. بحالاش؟ درت واحد البحث دابا تقريبا شي عامين ونص هذه غادي ثلاث سنين، ولقيت شي حاجه وكنشتغل عليها حتى تحت في التوافقات اللي كيخدعوا لواحد المقياس اللي خرج به المؤتمر ديال 1946 في مصر. لان المؤتمر ديال الموسيقى العربيه اللي خرج في مصر خرج باش وصل الباحثين في الميدان الموسيقي الى لقاو التوافقات الموسيقيه. عطيني مثال، شنو كتقصد بالتوافقات؟ عطيني مثال. عطيني مثال. لي زاكور بحال خرجوا في المؤتمر على اساس مثلا ملي تعزف الاغاني العربيه بالتوافقات خيخص اللحن الاصلي يبقى ما يتغطاش، لان دابا في الموسيقى الغربيه ملي كتسمع اغنيه قليل فاش كتلقى اللحن اللي هو ديال الكلمات موافق للحن، ديما كتلقى غير بلي زاكور وبسميتو، فهمتي؟ وهذا هو الجديد اللي عندي. واو. وعطينا بصوتك نسمعوا شي حاجه، قول لي. لا عندي من نوطة ماشي فهمت ولكن لا انت لا ماشي كندويش على الشعر، واخا على اللحن بغيت نسمع يعني فخاز ميوزيكال. عطيني فخاز. لما قدرش نعطيها بسميتو لما قطعت بلا سي حسن. ودي خلي لي اعطيني غير اي ميلودي ودير لا دوزيام لين ودير لا تخوازيام لين، حيت لاكريتور فيرتيكال الي اوسي لينيير في لي كلي ديالها. ملي غتكتب في كلي سول سي اون فراز، وملي كتكتب كلي فيرتيكال كتكتب فا في لا كلي دو فا حتى هي سي اون فراز، كلي دوت سي اون فراز. دونك عطيني لا كلي في لا بارتيسيون دو سول سمعها، وعطيني نهبط لا كلي دو فا سمعها، ولا كلي دوت اللي انت خدمتي بشحال من كلي كتخدم؟ كلي دو سول. كتخدم غير بكلي دو سول؟ كلي دو سول. وكدير شنو كدير؟ كتخدم بلا تييرس ولا سكوند ولا لا كارت؟ باش كتخدم؟ لا انا دابا عندي درت دراسه ديال الموسيقى ياك، ومتوفق واقف على الموسيقى تقريبا 19 سنه. وفهمت دابا عطيني عنده قوه صاحبي الله يهديك اسيدي حسن. عطيني عنده قوه. لا بحال دابا مثلا الا خدينا هذه ديال محمد عبد الوهاب مثلا. يلا قول. الا خدينا خي حبيبي لي اسلي يا خي. يلا عطيني الميلودي. يلا هو اللحن ديالها هو هذا، لا ما نقدرش نخرجه لان كيخرج بلي كورد كامل. يا ودي عطينا غير. نعم شوف. نعم راحت انا ولد الميدان الشريف. راه داكشي علاش اتصلت، شتي ملي كنكونو تنكتبو فيرتيكال سي اوسي لينير. مثلا ملي كتسمع طن 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 طن، هنا غندير لك لاباس كونتينيو فهنا غنقرا لك انا لا لينير ديال كليد فا، ملي غندير جونكسيون ديال كليد فا مع كليد سول غتعطيني لي زارمونيك، ولكن راه خصني نعطيها لك لينير بعدا. دابا ما عطيتينيش في لينير اصاحبي. مرحبا. هو انا نعطيها لك بالحس بالصوت. ما يلا بالصوت راه كنعطيوها صاحبي، كتعطى بالصوت. راه الصوت راه آلة، هو راه آلة ولكن ما خدمتش عليه. ما خدمتش عليه. مرحبا بك. على اي حال انا شخصيا نعم سيدي حسن صيفط لي باغ ايميل العمل ديالك، وانا نسمع ليه ونقدموا البرمجه في ميدراجو. جليل يخرجها منه. وجليل يدوزها في برامج ولا برامج اخرى. مرحبا بك سيدي حسن. تحيتنا لك حسن. شكرا على المكالمه. شكرا معنا. معنا فاصل ونرجع. اذن نواصلوا باقي المكالمات معنا. سهام من مراكش. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك. سهام. كيداير دكتور؟ لاباس عليك. مرحبا بك بخير. انا جد فرحانه حيت كنت واصله معك. مرحبا بك. مرحبا بك مع خوتك لالا. الله يجازيك بخير دكتور. المشكل عندي ماشي انا، عندي جوج الاولاد، واحد عنده 8 سنين وواحد عنده 3 سنين. المشكل اللي عندي هو الولد الكبير حركي بزاف. شحال هذا اللي عنده 8 سنين؟ عنده 8 سنين. حركي بزاف وما كيتصنتش ليا، وبالحاجه اللي نقول ليه لا عليها هي اللي كيمشي يدير. كيبغي يلعب بزاف، كيضرب خوه، عنيف. شحال في عمرك الاسيام؟ انا عندي 26 عام. قريتي شي شويه شي حاجه؟ عندي نيفو باك. زوجك شنو العمل ديالو؟ دراسي. شحال الوقت كدوز مع وليداتك؟ معظم الوقت انا ربة بيت، ما خدامه ما والو.
كدير معاهم شي انشطه، كتخرجوا شويه، كت كاين شي انشطه مع الوليدات؟ نوبه نوبه كنخرجوهم صافي نقرا معاهم شويه. لا لا سهام، ملي بديتي المكالمه ديالك قلتي المشكل ماشي عندي انا، علاش قلتيها؟ نعم ملي بديتي المكالمه ديالك قلتي المشكل ماشي عندي انا، زعما المشكل عند ولادك، علاش علاش قلتي هذه الجمله هذه؟ اصلا انا عندي مشكل. شنو هو المشكل اللي عندك؟ ديالي داكشي فضلت انا نصدق ولادي. يلا دابا خلي ولي خلي وليداتك من جهه، شنو المشكل عندك مع راجلك؟ ما مرتاحاش معاه. من نهار زوجته؟ من نهار زوجنا. لا اله الا الله. وانا كنفسر داك الطبع ديال ولدي وهذا، قلت من قوه داكشي اللي كيشوف ديال الشجارات بيني وبين الزوج ديالي، حيت من صغرو وهو كيشوفنا كنتخاصمو كندبزو مدبزات خايبين قدامو، فاش كان صغير كاع عنده عامين ولا ثلاث سنين ملي كيشوفنا كندبزو هذا كيمشي كيتخيط تحت شي طبله ولا في شي قنيته ولا كيزقها. لا اله الا الله. شنو هما الاشياء اللي يجعلوك ما مرتاحاش مع زوجك؟ شنو هما؟ ما كيهضرش، ما يجلسش معاك، يتفلسف؟ لا يجلس وليني ساكت، يا كيتفرج يا كيدير شي حاجه اخرى، يا سواء هنا سواء اذا شادين طريقهم مسافرين سواء اي حاجه ما كيهضرش، من ذاك النوع اللي الا ما جبتيش ما يهضرش ويجاوب قد السؤال. لا لا لا. شحال في عمره؟ عمره دابا كغند. وانت النهار اللي تزوجتي عرفتي العمل ديالو؟ عرفتي الصعوبات العمل ديالو؟ لا ما عرفتهاش كاع، انا كنقولها لك، كنقول لك كون عرفت انا العمل كنت داير هكا، وكون عرفت انا الدار كندير هكا دايرين هكا ما نتزوجش بيه. قلت له انا دابا كنقول ليه شي وحده نعرفها اللي تقول لي غنتزوج شي دارك ولا نصحها؟ لا 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 انت حياه معاهم ما زويناش. لا عافاك لاله سهام اختي، لا نزوج فيك. لاله سهام. نعم. دابا شنو الفرق ما بين فعل كيديروا واحد باش يتقال عليه مزيان، واحد كيدير فعل باش يرضى عليه الله، شنو الفرق؟ الفرق بين الفعل كيدير واحد باش يتقال عليه مزيان، واحد كيدير فعل باش يرضى عليه الله، شنو الفرق؟ ما عرفتش. الفرق هو ان الثاني مؤمن من المؤمنين، والاول اصحاب الاشهار اصحاب الرياء. انت يا مؤمنه، وهذا المؤمن هذا الدركي بالفضل ديالك والتضحيه ديالك دار وليدات، ما كانش يقدر يدير وليدات كون ما كنتيش صبرتي معاه، راه ما يدارش وليدات. صبرت بزاف. هاد الصبر هذا اللي انت صبرتي، واش على وجه راجلك الدركي ولا على وجه الدركي اللي كيحمي المغرب؟ على وجه شنو الدراكي الثاني اللي قلتي؟ واش على وجه الدراكي فقط ولا على وجه الدراكي اللي كيحمي المغرب؟ على وجه الدراكي اللي كيحمي المغرب. دابا انت مضحيه مع المغرب. اه. والمغرب راه عندنا احنا في شعارنا الله الوطن الملك. شتي هاد الشعار ديال الله الوطن الملك كتسمى المقدسات. شتي هاد الشيء المراير اللي انت عشتي، هاد المرار اللي باقا كتعيشي انت، الام ديالي ضربي في 100 عشتو مع با، وبحال امي وبحالك انت كنعرف المئات والالاف. اذا دابا امي ما صبراتش، ودابا كتشوفي ان زوجتي صابره بحال امي، اش كتشوف فيا انا مرتي؟ دابا كتشوف فيا شي حاجه؟ عندي الخدمه في المكتب الصباح، عندي الخدمه في العشيه، وعندي الاذاعه في الليل، كنشوفها كندخل العشيه مدقدق للدار، حديت باغي نتفرج غير فيلم وكخص الدراري دغيا تسكتهم لان عيان. ايوا دابا تخيل مرتي تقول لي عييت منك ودريبي، وامي تقول وا با عييت منه، وانت تعياي من دراكي. لا دكتور، قول. انا دكتور راني مقدراه، داكشي ما كنقوليش علاش ما كديش ولا على هذا، غير اوموان الا دخل يعطيك واحد القيس كيدليتي، شنو ما كيسولش، انا كنسولو كي اشنو درتي كيدليتي، الخدمه مزيانه هذا، ياك ما تلاقيتي مع ياك ما تلاقيتي مع شي حد، هو الا ما يقولكش كيدليتي كيف دايرين الدراري شنو. لا نسيهم، لا نسيهم. نهار السبت جاتني مكالمه كنكمل البرنامج مع 12 وخرجت مع وحده، وجاتني مكالمه من 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 ناس من عائلتي، ياك؟ ايه. انا متعب بالاسبوع ديال العمل وجاوبتهم، وانا نتلف على الزنقه ديال الدار فين ساكن،
كثرة العيا اللي عييت الأسبوع وتندوي مع الناس حتى لقيت راسي فت الزنقة اللي ساكن وبقيت كنقلب كيفاش نرجع لداري. علاش بنت عمي؟ لأنني منهك متعب واحد الشكل ما يتصورش. العمل ديالنا عمل صعيب. دكتور أنا معاك وليني 8 سنين كلها تدير هكاك ما يمكنش أو لا 9 سنين كنقولوا هادشي كاينين في العام الاخر ولا في الثاني ولا هادشي من الاول حتى الاخر وكا داير دابا هذا ما كيعاود لكش حتى شنو كيدور في دماغه ما يعاودوش. هاني جايك دابا هذا من الباب ديال التعب ياك من الباب ديال البنيه النفسيه. الحلقه البارح سمعتيها السيده اللي سميتها نجاة وتكلمت لها على الاضطراب النفسي اللي سميتو الاليكسيتيمي عقل عليها دابا كتظني أن شاب مغربي في عمره 42 عام عاش الورد والمزهر مع والديه مع المجتمع اللي جا منه ولا 42 عام راه داز حدا الجيل المعطوب راه داز حدا واحد. سمحت بروفيسور خليك معنا سهام غادي نتوقفوا للحظات مع نوين الأخبار السابعة مساء رفقة رشيد شناني. إذن تفضل بروفيسور مازال معنا سهام. لالا سهام الله سبحانه وتعالى تيقول لي ويقول لك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى هنا تكلم على الإنسان في صيغة الانفراد. من عمل صالحا من ذكر بوحده أو أنثى وهو مؤمن شنو هو النتيجة شنو هي الجزاء اللي يعطي الله؟ حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة وما اكتفاش بهذا الجزاء أعطانا ولنجزينهم أجرهم بأحسن يعني كي ياخذ لك أحسن عمل درتي في حياتك وكي يرجع له هو المرجعية باش كتجازى ما كيديرش لك المعدل بحال اللي كيديروا كاع الإدارات ولا كيديروا كاع المؤسسات كيقول لك خذ في لا روتريت خذ 25 سنة الأخرى ولا 15 سنة الأخرى ونديروا معدل. الله سبحانه ما كيديرش المعدل بأحسن ما كانوا يعملون كيقول كيعطينا أحسن عمل هو المرجعية. الله يخليك الشريفة كل واحد وعارف مراده كل واحد عارف مراده. ركا بنت عمي سمعتيني كنقولها ونعاود احنا ولاد الشعب ولاد الفقراء ولاد العلم وتنافسوا بالفقر ديالنا وبالعلم ديالنا أغنى الأغنياء في العالم ماشي في المغرب والأغنياء تيعرفونا وتيحترمونا وتنقروهم وتيقدرونا باش لأن ما تنازلناش على حقنا في العلم. البطن كتشبعوا الخبز والعدس بحال اللي مشبعوا الكافيار ولا الطون ولا الكلا في الأخر كنباتوا شبعاني واحد يأكل الكافيار ولا يأكل السومة ولا يأكل اللي يبغى في الأطباق ديك الرفيهة والعالية واحد يأكل العدس والخبز وبجوج غير بتوش بعدي المعدة ما شغلاش هي تأكل اللي شغله هو ذاك الصورة أنه كيتخيل راسه كيأكل الصوم. الفقير اللي كيهمو كرشوت باتش بعانا ما تصدعوش وكيجبد ستيلو ورقة وتيتكا. فهنا هاد المراد ديالي أنا اللي كان ربيه لولادي وتنصح به حبابي المراد ديالنا احنا هو حب سيدنا رسول الله. كنقولوا في دعائنا يا ربي لهلا تجعل سيدنا رسول الله يتحشم بينا يا ربي لا ما جعلنا نكونوا عند حسن ظنه يا ربي. هذا دعائنا له. دعائنا الثاني كنقولوا يا ربي لا ما جعلنا صالحين لبلادنا يا ربي. دعائنا الثالث يا ربي جعلنا نخليه واحد زريعة صالحة لبلادنا يا ربي. فلقيت أنا كنحطوا هاد الأمور هذه هو مرادنا في السعادة الجنسية صمنا منها مرادنا في السعادة المالية صمنا منها مرادنا في السعادة اللباسية الكفاف والعفاف مرادنا في السعادة ديال السيارات وديال الفيلات صمنا منها ولكن مقصودنا في أن نضاهيو كل من واحد عنده إمكانية وإحنا بفقرنا وضعفنا ونجعلوا وليداتنا ونجعلوا نفوسنا
في نفس المستوى ولربما أكثر وأزيد. فهنا الشريفة يا إما عارفة مرادك علاش صابرة وزيدي صبري، ولا ما عارفاش مرادك علاش صابرة وقولي مرادك، جدي نيتك جددي نيتك، وإذا لقيتي ما قادراش نوضي زيدي بحالك. ولكن وياك من المواقف المتناقضة أنك تقولي على راسك صابرة الخاطر ديالك والنفس ديالك ما راضياش، والنفس ديالك. شوفوا الحكمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم تيقول للأزواج ديالو، إن كنتن إلا بغيتوا الحياة الدنيا أجي نصرحكم صراحة، ولا بغيتوا الدار الآخرة. كاين شي مرة في زوجات النبي قالت ليه طلقني نمشي نزوج واحد لاباس عليه، لا خيرهم. قال لهم راه محمد صلى الله عليه وسلم راه فقير الحال، ما عنده قصور، ما عنده هذا وما عنده هذا. إلا بغيتوا زينة الحياة الدنيا، بغيتوا تعيشوا الدنيا وتتبعروا وتبرعوا فيها، أجي نطلقكم سيروا، راه خيرهم. وحاشا ما عاد الله راه أمهات المؤمنين هذوك حتى وحدة ما تخلت عليه، حتى وحدة. هذوك الأمهات المؤمنين هم اللي عطاو الرجال بحالنا حنا، وحسن منا كاينين. وحاشا ما عاد الله ما كنتبهاش بنفسي، أنا تراب الرجال ما وصلهمش بلاغيهم ما وصلهمش. فهنا خص الأم اللي داخلة في مشروع خصها تسجلو في سجل كبير. ولكن هنا فين أنا كان كيبقى في الحال على الناس ديال السياسة والجماعات، هنا فين كنغضب عليهم. لأن لو كنا لقينا رؤساء جماعات في المستوى ويديروا يوم كل شهر يشكروا فيه زوجة ديال الشرطي، ويشكروا فيه الزوجة ديال الدركي، ويشكروا فيه الزوجة ديال الجندي، ويشكروا فيه الزوجة ديال الديواني، ويشكروا فيه المعلمة، ويشكروا فيه، تخيل المواطن باش كيحس، باش كيحس المواطن بأن الوطن حاس به. يعني ديك الوطن حاس به، داك الصبر اللي كيصبر ولدك التفاح. حتى ولينا دابا مؤخرا اللي حل فمه ويغوت ينال، واللي صابر كأنه ما كاينش. هذا هو، هذا هو الوطنية اللي نادى بها سيدنا. هذه الوطنية، الوطنية خديتي جماعة ورشحوك المغاربة، ماشي فقط تمشي تاخذ الميزانية تصرفها. راه ساهل تصرف الميزانية ساهلة، ولكن شي واحد ما عارفش يخسر الفلوس، توخا يكون مسطي يعطي الفلوس يعرف يخسرهم. وأنك تمشي ودير برامج اللي تجعل هذوك الناس في هذوك الجماعة ديالك تعرفهم شكون هما، شكون اللي عندك تما، شنو ظروفهم. ماشي باغي الناس الحلول، المغاربة راه بنفسهم ما باغيش الحلول، الحل راه كيعطيه سيد ربي وكيجيبوه بدراعهم. وباغين واحد الكليمة زينة تقول لهم الله يرحم الوالدين، شنو غادي يسوى مشموم ديال الورد ولا واحد الكلمة في حق واحد القطاع، اش غادي يسوى؟ المغاربة هما يجيبوك مشموم دول. ولكن ملي يجي واحد ديال السياسه في كل جماعه في المدينه ولا في القريه ولا كذا، على فوقاش كيتجمعوا هما تيكون انتخابات، عاد كتبدا الخيام تحط وتبدا الشوا ويبدا الكسكسو وتبدا الغايطه. هذا هو، هذا هو ادوات تدبرنا للحق السياسي. هو هذا في الاخر كتقولوا ما الناس اختير على الحق السياسي. السياسي خصو يمشي عند المراه ديال الدراكي، وتمشي عند الممرضه، وتمشي عند الناس ديال القوات المساعده، وتمشين عند الناس ديال الوقايه المدنيه، جميع القطاعات اللي مساكن فيها مجاهدين. راك عارف الناس مرابطين في الحدود المغربيه، والله لا لا، واحد الصباح الى جاني واحد مسؤول في القوات المسلحه الملكيه مع السد الصباح اللي خصو يشد الطياره مع السبعه، قال لي ما يمكنش نصيفط لك مرتي وولادي وانت تطلب يحضر الوالدين. تتفاجأت ودي على لسانك، قلت له اخويا ما يحتاجش. واحد عيط ليا من القوات المسلحه من الاردن، متبع امور ولده هنا في الدار البيضاء لان زوجته كتجيبو لعند المكتب كنتبعو مع قريته من الاردن، قال لي راه ولدي نعرفو عارف يفديكم. اه انا قال لي المغرب صيفطني كنوب على المغرب في الاردن وانتوما، ونعرف ولدي عندكم. من اللي عيط ليا مؤخرا قال لي يا ولدو نجح، عرفتي عاد تنفست،
قسم لك بالله بحال شي مراه حامله غتولد. كنقول اسا عندك وتحشمونا مع السيده انا مزوق فيكم الله يرحمها يدير والعار ها العار تعيط لك ليها مضرق لي الدريج الله يرحمها ديك صافي خويا العار تحيد قال لي يا خويا. فاحنا كذلك تنقول لهاد السيده هادي هاد الدار كي هذا اللي ما يطفاش التليفون تاع 24 ساعه 24 ما كيطفاش التليفون ديالهم اللي حياتهم على حد شكون اللي كيتلاقاو هما يتلاقاو المهربين يتلاقاو المجرمين يتلاقاو الدياب ديال البلاد كيتلاقاهم هما العافيه شادينا بيديهم هما حنا نعسو ما ينعسوش هما. اذا السيد اللي كيخرج ما عرفش واش غيرجع السيد اللي غادي يخرج ما عرفش واش يرجع اش من حاله نفسيه عنده شنو ضعيف نفسي عنده. فهنا خاص المجتمع المدني الدار جمعيات والدار اوراش الدعم النفسي للمراه ربت بيت في هذه الوضعيه. فعلى الاقل حنا في برنامج شتي متكلمات معنا اليوم وشتي لقيتها حافظه الكلمه ديال الاضطراب البارح ملي قلت لها سمعتي حق البارح قالت لي اوتوماتيكمون عليك تيتمي يعني راه تمات وكتقلب الاعذار حقيقه محرومه من الجلسه محرومه من هذه محرومه من هذه ما يمكنش نقولوا لها زغرتي وغني ولكن كما صبروش الصحابه والحباب سيدنا رسول الله حتى كيوصلهم كيفاش كيوصفهم القران حتى وصلت القلوب الى الحناجر دخلنا لكم بالله لما تاملوا هذه الجمله وصلت القلوب الى الحناجر يعني بالخلعه القلب ديالهم بغى يطلع يخرج من الحلق ها شنو عاشو مساكن وما تخلاوش على سيدنا رسول الله كون ما صبروش كان الاسلام غير يوصل لينا حنا الوقيته اللي المغرب هاجم عليه دول مسلحه في معركه واد المخازين المغاربه ما هربوش راه مشاو لقاوهم وغلبوهم اكبر معركه بعد معركة بدر هي معركة واد المخازين في تاريخ الإسلام يا الحباب وماشي بكلام دريبي بكلام المؤرخين في العالم كامل معركة بدر معركة عرفها الإسلام من أتقل المعركات اللي كان الإسلام غيتمحى فيها في شي جزيرة عربية ومعركة واد المخازين. واخا سمحت يا بروفيسور معنا فاصل ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح خليكم معنا. دون بروفيسور مازال غادي نكملوا الشق الثاني من التساؤل ديال سهام ولكن غادي ناخذوا قبل وفاء من فلوريدا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايره سهام لاباس عليك؟ لاباس لاباس. واش راكم بوكا؟ بارك الله فيك شكرا لك الله فيك مرحبا الحمد لله. سيدي كنشكرك بزاف على داك المجهود اللي كدير زعما ربي يحفظك وصافي والله بارك الله فيك لله بارك الله فيك. من زعما من كل شيء بحال اليوم كنشوف الموسيقى من كل شيء زعما تبارك الله يخليك الله يخليك اختي الله يخليك بارك الله فيك. انا كنت دابا حضرت معكم هذه واحد الشهر ذكرني ان شاء الله ذكرني فاش قلتي لي على التمرن الجهود كاين في فلوريدا لقيتيه كليتي منه مازال كليت منه امريكا فود غتلقي مع التسميه مكتوبه امريكا فود وكيديروا شي عفاره مكلاشي منتوج قولي لا تفضل كمل ايه وان شاء الله وكنت كنت هضرت معك على الابن ديالي اللي كان عنده ديك لاصوص مع ديك بيبولر وكنت عطيتيني من ديك النصيحه اللي قلتيها لي في الحقيقه كنت كانت محاط بزاف لان كنت انا شويه متقربه له بزاف كان محتاج بزاف وهادي وهذا ولكن انا كنت خايفه عليه لان انا عايشه في البلاد راك عارف من كيفاش ديك الحوايج ولكن داك الشيء اللي كيخاصني هو الواحد صمرات كيطيح فيها بصح لان دابا داك الشيء اللي قلتي لي من ديك الوقت انا عطيته ليه كارما كان زعما ما كندخلش فيه ديما ونبيته ما كان نهدرش زعما بزاف كيما قلت لي كنخلي له لسباس اهلا بك بزاف المشكل دابا هو اللي واخا كنخلي له ليكار باش يخرج باش يتحرك باش يدير هو اللي كولي مازال ما يدير ماشي انديبوندون باش يدير شي حاجه بوحدو باش يخرج يمشي بصح ضروري خصنا نديو وحده خصنا ما عرفتش كيفاش غندير معاه وكنت قلتي لي باش نشوف واحد الجروب سبورت جروب اللي يعاونوا بداك الشيء لحد الان كنلقى اللي تابعين للتشوش ما عرفتش واش نمشي مع هذا الخط ولا لا من اللي حب لقيت يلا لقيت وحدين اللي ما عندهم حتى شي علاقه مع الكنيسه
ومن المشكل من بدا اللي تلقيت المشكل المفاجأة اللي لقيت دابا هو أنني واحد النهار كنت دايزة من شباب البيت نتاعو وبالصدفة سمعتو كيهضر في التليفون والهضرة اللي كيهضر في التليفون بنت كيهضر مع ولد وديك الهضرة اللي سمعت ما عجبتنيش وما عرفتش واش يعني بحال طوندونس هوموسيكسوال يس وما عرفتش واش نجيك ندخل لا 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 سورتو با سورتو ومن تما وانا وانا كندير كنديرونجي بزاف ما عرفتش دابا شنو واخا اختي نعطيك نعطيك رأي في الموضوع مرحبا بك لا لا نعطيك رأي نعطيك رأي في الموضوع مرحبا بك لالا مرحبا تحياتنا لك وفاء مشكور على تواصلك معنا إلا سمحت يا بروفيسور معنا زينب غادي ناخذوا زينب الو عليكم زينب بن الله سي مروان الدريبي كنشكرك بزاف بارك الله فيك لالا اللي خطاك علينا يا ربي يحمي حمتهم جميع المسلمين على جميع الناس والله الا زعما كنفتخروا بك بارك الله فيك اختي حبكم الله ورسوله انا يا عندي 25 سنه زوجه هادي عامين ونص طالعه 3 سنين ولكن مازال في دارنا ما مشيتش للدار ديال اللي واخدني طارين مشاكل بيناتنا بزاف كتبتوا الكتاب؟ كتبنا الكتاب تخطبت هو رجل امن خدام كيشتغل في رجل امن إيوه. وانا خدامه اها كيفاش كاتبي الكتاب وجالسه انت في دارك باقا جالسه في الدار علاش حدا بايا في الاول تخطبنا وداكشي كنا بخير الخطبه وداكشي القصه ديال تعرفت بيه وداكشي مزيان درت قال لي هو في الاول صارحني قال لي انا راني عندي مشكل مادي راني زعما داير كريدي وداكشي ومأزم ماديا قلت له انا ماشي مشكل راه الحمد لله نتعاونوا على الزمان وداكشي والمسائل الماديه راه كتعوض من بعد صافي بقينا درنا لاكت درت لاكت الوقيته اللي هذا وما خديتش زعما المسائل الماديه ديالي وداكشي قلت ما كاينش الحساب صايت تنفس زعما ويستر عليه الله وديك الساعه راه كلشي كيتعوض من بعد بقيت معاه شنو نقول لك شي دو موا كاتخوا موا من موراها هو يتبدل كيطراو بيناتنا مشاكل ما بقاش ولا عصبي بزاف واش كنت ديما كنعطيه اعذار حيت ماديا ماشي زعما المشكل المادي هو اللي معصبو هو اللي ديما كنخفق ليه اعذار بقينا كيصحال هكذاك ديما المشاكل هذا هاد القضيه ديال باش ما مشيتش لعندو ما مشيناش ما مشيتش للدار حيت على هاد المشكل هذا شكون اللي اختار واش انت اللي اختاريتي ما تمشيش ولا هو لا هو هو اللي قالك ما تجيش قال لي حتى نوجد بقينا كيف حالك واحد المده تقريبا ضربنا عام هكاك هي انا ما يمكنليش نقول ليه ديني لعندك ما يمكنش يعني هو الا غيدير شي حاجه راه هو خصو يقول لي مثلا فلانه راه انايا راه ما ديانتيش كتشوفي واش يمكن لك تقبلي عليا وتجي بحال هكا ومن بعد غادي يعني ديك الساعات غدير وما باش تعرف انت الديون اللي عليه من اي نوعيه وهو كان دخل دار كريدي لا بون كان دخل دار كريدي هكا وتأزم من مورا كريدي واش شرا به شي 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 حاجه كريدي ديال الطيش وصافي يعني شنو سياره شنو مشرا به والو الو الو يمكن قطع الخط بزينب واخا تفضل البروفيسور تدبر المال من الأمور اللي كتخلق مشاكل كثيرة وكبيرة للناس لأن الحالة الناس ضعاف اللي يوصل آخر الشهر بدات تنزل هذيك الواجبات الضرورية الماء والضوء الدواء الماكلة المسائل الضرورية ما عندش الإنسان مفر منها هذه هي الاستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الاستطاعة هذه هي الاستطاعة والاستطاعة فيها مستويات كاين الاستطاعة الصغيرة كاين الاستطاعة المتوسطة وكاين الاستطاعة الكبيرة إلى أنا عليا ديون وبغي نتزوج أنا عليا ديون بغي نتزوج غنمشي نتزوج بنت فقيرة بحالي اللي لا شريت ليها خاتم ديال النقرة غادي جهات كبيرة كبيرة اللي لا ديتها للسينما وشرينا الزريعة غتجي هاد كبيرة كبيرة غادي نعيش بخير لأن أختي درويشة وإلا أنا ما عنديش الاستطاعة ومشيت زوجت المتوسطة اللي ما تبغيش خاتم النقرة وما يكفيهاش الدقالية والسينما ولا
تقول لك انا خصني مره في السيمانه الريستورا وخصني انا المكانه الفلانيه وخصني ديك الساعه شكون اللي جنى على راسه هي ولا انا؟ انا جديت على راسي لان انا عارف ما عنديش الاستطاعه ومشيت كي تيقول المغاربه نتعلق فين نتفلق. ولو هي تبغي انا فقير وبغاتني بنت الطبقه المتوسطه ولا الطبقه الغنيه بغاتني قالت لي انا باغا نزوجك انا قابله انا غنقول لها لا. علاش؟ لان غنطلع لواحد المستوى ماشي ديالي ما قدش عليه. من اللي انا غنمشي نتعرض عند امها وباها وهما متوسطين ولا اغنياء وغادي نجلسوا وناكلوا الحولي مشوي وناكلوا البسطيله وناكلوا ونديروا انا كي غادي ندير ملي نبغي نضيف نسابي ندير مزعلوك نمشي ندير لهم دجاج طايب الزيتون والبطاطا نحطو عليهم نشوفو فيه اللي يقول لي نسيبي بالفرشيطه تبارك الله الدجاج زوين زين شغا ندير ليه نمشي نتكلح ونتسلح باش نجيب انا الحوت غالي ها ولو هي تقبل عائلتها غتاثر علينا. اذا العقل خصو يشوف استطاعته ديال دابا ديال المستقبل ربي اللي عالم بها ربي يقدر يبدل الحال ويعطينا ويبدل لنا حالنا. اما دابا انا ما عارفش دابا اللي عندي هو خصني درويشه بحالي خاتم النقره الدقليه السينما نمشيو بجوج طوبيس نمشيو على رجلينا الا نشري شي عضيم كيف تيقولوا حباب السله عضيم وهذيك الطوموبيل هذوك ازيون كتسوى مليون مليون تيقول عضيم داك الشيء عضيم كنلقى القصدير من برا باقي مقاد والداخل مهلوك كتوصل المهم انت غادي بحالك بحال عباد الله انت ودخاخن خارجه والتلوث البيئي وزيد وكمل. فهنا خصنا ما نلعبوش في المسائل ديال الناس. السيد في الماندا ديالو مخنوق ما عندوش بغاتو ما كاينش هذيك عام ولا عامين واخا يقول لها ما تجيش تقول لها نجي انا باغيك اشتري اخويا باغيك انا شريت راجل ما شارياش فلوس الا عندها رزق ما تحاسبش معاه. سيدنا رسول الله كان فقير الحال وامنا خديجه غنيه والنهار اللي عرضت عليه الزواج راه وافق. علاش؟ لان ما كتمنش ما تتصعبش الامور. كاين رجال فقراء كاين رجال وكاين فقراء. راجل معقول دغري يعمر على المراه ويتهلا فيها ولكن ما فحالوش خايف ما يكونش قد المستوى مخلوع خيف هذا راجل لانك ما كانش راجل يقول كره جابها هذا تيقول ما تجيش لان الا جيتي غادي نبرزتك. فمن اللي يقول لك واحد ما تجيش هذا هو اللي تشدي فيه لانك كان من صحاب الفيرني كره استدرجها ومثل عليها وحملها وخلى جبل عنده بالحيله ما داش لها الاحتيال ما ضحكش عليها قال لها الحقيقه قال لها انا اش درت عندي ديون وما بغيتش نمحنك. دابا الاختيار عندها هي قدرات تهز هاد تقول لنا تقول صعيب ما ساهلش خصو 5 سنين مش واحد يقد ظروفه الماديه راه النوبات كيخص 7 سنين والنوبات خص 10 سنين اللهم يكونوا مجموعين عامين ونص راه ما ساهلش بزاف. فهنا خصها تحسم يا اما تدخل وتقول لي شوف اولي الناس انت راك خايف لا مثلا لا تكونش في المستوى لا ربما نجرح لا ربما نغضب لا ربما نلوم حيت راه كاين ولد الناس اللي كيمشي يخطب وكتقول له البنت مرحبا بيك من هاد اليد لهاد اليد وما يكون على خاطرك وتيقول لها السيد راه عندي مشاكل راه عليا ديون راه ما نقدش نعطيك هاد العيشه اللي عند باك وامك في الدار لا 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 وحنا يا بيتي جمعنا بحال ديك المغنيه اللي تغنيو ها كتدخل للدار فنقنت ما نخرجوش هاد الويكان فنقنت ما نسافروش يا ودي راه قلنا لك ما عندناش فلوس وانت باش تخرج عائلتك في الويكان راه خصك 300 درهم حتى 500 درهم في الويكان هادي عارف كازا وخرجتي على كازا خصك 1000 درهم وكاين شي واحد اللي في الويكان يخسر 1000 درهم ما غيجيبها ما عدا لا كيدير شي حاجه ما هياش ما لا عايش بحالنا بحالو راه ما يقدرش ما عدا ضرب عزه شويه ب 15 درهم شلا يضاد مطيشه بزلا برداتاي كتخرج لك القضيه ب 70 درهم كتمشي داخل مع الحي الحسني كتشري كلاص لولادك 15 درهم ولا 10 درهم هذاك الكلاص المخشخ كتطلع لك قضيه 120 درهم تدوز الويكاند مع مرزك ووليداتك مزيانه هذا وجهدنا تخيل تفوت ضرب عزه وتزيد الجديده الدور هذاك الدور على اليمين تولي داخل شي عجب. فهنا خص الواحد الدوام هذا كاين رجال تيخافوا
تجي للمراه وتقول ليه خرجتي عليا، خرجتي عليا، انا كنت بنت ولات مراه خرجتي عليا، عرفتي شنو الراجل الحر يسمع خرجتي عليا والله ما ينعس، الله يبقى قدر تنفس. فخصنا نعرفوا بانه صعوبه تهزها المراه والراجل، الا كانت قادره، ما كانت قادره تعطلق صراحه دابا، ما تخليش معلق، دابا راه مسكين معلق، عامل نص بزاف، لان راه كاين الدرويشه اللي بهذاك القدر الفلوس اللي عنده تعيش معاه، الا ما حد الانسان كيمشي ويجي وتينعس وكياكل عنده فلوس، شتي واخا عليه الديون، راه غتلقاه كياخذ كريدي عند الخضار وياخذ كريدي عند كزدير، والحمد لله اللي عندنا حبابنا في المغرب، والله تنحيي حبابنا الشلوح في الباب، كنقول لهم الهلا يخطيكم على المغاربه، عمرك تشوف شلح ساكن في دار الكرا وتيتسلم لاي الناس وما فاض حد، ويعطيك يجي رمضان يعطيو للناس، ويجيو العيد يعطيو للناس، والله ما يقطع الكريدي على واحد. كنعرف واحد من حبابي عيطت ليه السيده قالت ليه فلان طلع عندي الدار، قال لي طلع حتى ودي استاذ، قالت لي الله يرحمه هذه خذ اللي بغيتي راه ما قادرش نخلصوا الكريدي اللي عندنا عندك. قالت لي هات الثلاجه هات التلفازه راه حنايا، قالت لي قال لي حنيت راسي، قال لي حشوم عليك الحاجه ماشي ديالي، المحل قال لها ديالك والكارني راه مخزون، واش عمري دويت؟ قالت لي وانا ما بغيناش نتحاشموا معاك، قال لها لا لا دوزي خذي. تخيل هو في دار الكرا، ويجيو الناس اللي شاريين البارتمان في ريزيدونس دو لوكس، ويجيو الناس اللي شاريين سيارات فاخره، وهو السيد مول المحل قلت لك الكارن هكاك جبد كارطون يحطها فيها 100 مليون كريديات، فيها 200 مليون كريديات. وشوف المؤازره الاجتماعيه، ما دارتها وزاره، ما دارها حزب، داروها المسلمين المؤمنين مع بعضياتهم. توقف عندك الزهر المغربي وردك بلاش، توقف عند مول الخضره المغربي وردك بلاش، توقف عند الصيدليه وردك بلاش، حاشا من عبد الله ماشي ديالنا. إذن ها هما دايرين مساكن بعضياتهم دارت، إذن الدرويشه مناش. والله العظيم واحد النوم وقفات عندي سيده في الدار البيضاء، راجلها موظف وعليه ديون، عرفتي شحال كدوز نهار على سناء؟ ما تيقيش 15 درهم، 15 درهم ما فحالوش كيخلي لها 15 درهم. قالت لي 15 درهم خصني ندير بها الغدا والعشاء، ودابا قول لي 15 درهم اللي حنا ما كنشريو بها حتى ساندويش، ساندويش دابا في الدار البيضاء خصك 20 درهم 15 درهم لالا. والله بقيت كنشوف كي دخل عليك والله كي تديري، قلت لي كنجيب حك ديال السردين ونجيب مطيشه وحده ونجيب بصله وشويه الزيتون ها لونطري، ونمشي قالت لي نشري هذوك الجناح الصغار ديال لادان ونزيد معاهم بطاطا ونزيد معاهم خيزو ونشري خبز على العشاء. وقالت لي تيبقى لي كتشري مسكينه اتاي بالكاغط، ماشي كتشري اتاي بالباكيه، كتقول مول الحانوت تعطيني جوج دراهم ديال اتاي. وشوفوا المغاربه كيحل اللي ماليزيا تتبيع الدواء بالحبه، وحنا مع لاباس عندنا، حنا تابعين الامارات اخباركم، حنا المغرب راه عايشين مستوى الامارات، فقير كيدخل للصيدليه تيبيع لي باكيه. علاش ما ديرش بحال الدول؟ ها هو كيجربوها في فرنسا دابا، كيحل البواطه تيقول لي شحال عندك؟ فيك الرواح جوج حبات طرق 6 درهم، لا تيقول لي 40 درهم. تخيل كتشري مسكينه اتاي بالكارت 2 درهم، كتشري طوبه السكر، ما كتشريش طوبه كيحل من حانه الكارتون كيعطيها طوبه، وكيبقى شايط لها 2 درهم باش تشري لولدها شي حلوه. تخيل 15 درهم. شتي هاد الناس هادو راه دابا شراو بارطمان، لا خلص صيد عليه الديون وبارطمان مشريه، هادو هما اصحاب البركه، هادو هما الناس اللي عندهم البركه، علاش يعني كنقولوا حنا مسلمين اللهم غلب البركه على الحركه. مرحبا. امين. ورجعنا لكم مستمعينا، انتم في الاستماع دائما للبرنامج بكل وضوح. بروفيسور معنا يونس من تماره، ومن بعد نجاوبوا تساؤلات المستمعات. الو. الو يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل انت معنا مباشره، تفضل. من المدربين مزاكين. ما اهلا وخيرت. صح لاباس كلشي بخير. زيد 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 زيد. شويه كلشي بخير، تجمي الدراري بخير. الحمد لله الحمد لله. الله يبارك فيك بخير. مباركه مسعوده هذه. الله يبارك فيك سيدي الله يرحم الوالدين، الله يعطيك ما كتسنى. يا ربي امين الشريف، يا ربي امين خويا. ما عرفتش منين غنبدا لك انا، انا مغرقها واحد التغريقه ماليها. ربي سلام، ان شاء الله خير ان شاء الله خير. معك سيدي يونس. اها. انا غير مستعرض الاسم ديالك. ماشي مشكل ماشي مشكل. الله يسهلك. انا نطلبوا الله يعطيك جزء منه، كما كان انيسا لذا النون اذ ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت، وسيدي ربي ونسو
لولا ان كان من المسبحين. دابا انت اختاريتي واحد الاسم حنا كنطلبوا الله يعطيك نصيب منه ان شاء الله، يكون انيسك في السراء والضراء باذن الله، ويخرجك ويجعل لك من كل ضيق مخرج باذن الله. تفضل خويا يوسف. يبارك فيك. ملي غنبدا ما عرفتش ملي غنزيد. بدا من دابا، بدا من دابا. انا عندي الحاضر دائما تكلموا على الحاضر. 20 سنه تزوجت وطلقت، مده ديال ندوز مع المرأة مده شهرين ولا 3 شهور. الله. انا سوسي ولد النواحي ديال سارودانت، كبرت في المدينه. منين بغيت نتزوج مشيت جبت وحده من البلاد ما كنعرفها شي بزاف، يلاه تعرفنا شي مده قليله وجبتها للمدينه. ما المهم ما جاتني شي كيف كانت كيف ما بغيت. وكما قلتي في ذاك الجزء الاول قلتي ان بعد الاخ الاخوان ديالي كلهم قالوا لي ما جاتش معاك، ماشي من المستوى ديالك، ماشي من المستوى ديالك، وكلهم قالوا لي بحال هكا. يعني داك الشيء نيرفاني. خسروا لك النيه ديالك، خسروا لك نيتك. وصافي حتى هي ما بقاتش شي بحال ما بقاتش عاجباني وطلقتها. صافي شديت الورقه ديالي يعني النهائيه كاع. وعندك شي وليدات معاها ولا ما كاينش وليدات؟ لا ما عنديش. ما عنديش وليدات. لا ما حاملش. صافي شديت الورقه ديالي النهائيه ما بقيت شي. وعندي ودخلت لهذا الشيء ديال القرض ديال البنك كنت داير فيه، وجاب الله فكينا الحمد لله. خونا عندي شي اخوان ما بغاش يسلفوني، رهنت الدار وسلفوني شي وحدين وفكيت ديك الكريدي ديالي. وانا راني تندير المواد الغذائيه العام وراني دائما تنصمت لك. مرحبا بك، مرحبا بك. وبغيت دابا غير شي تساعدني شي حاجه، يعني غير شي حاجه اللي باش نمشي في المستوى ديالي. شنو شي نصيحه اللي تنصحني؟ قول لي هاد 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 الشابه هادي. نعم. واش سخات بك هي؟ نعم. واش سخات بك ولا مازالت تبغيك؟ وما نكذبش عليك، المهم ما نعرف. المهم انا قطعت ديك العلاقه بيناتنا. هي ما دارت لك شي حاجه خايبه ولا؟ ما دارت لي شي حاجه خايبه. انت باقي كتبغيها ولا والو؟ انا ما كما كتقول انا ديك الحب ما كنعرفوش كاع، ما عرفتش كيداير. لانني كبرت شويه مع القساوه ديال الاخوان الكبار، وخرجنا بلا خرجنا ما عطاونا حتى شي حاجه من داك الشيء. ما كنت خدام معاهم، ملي خرجوني بواحد شويه ديال الفلوس قليل، وخرجت كافحت وخدمت عند الناس وكبرت وكونت مستقبلي لراسي بوحدي. سي يونس. نعم اسيدي. بالنسبه لبعض المناطق المغربيه الطلاق راه كارثه. في بعض المدن الكبرى راه ولا عادي. ولكن باقي في شي مناطق راه كارثه. نعم اسيدي. يعني الا طلقات البنت ورجعات مطلقه من عند راجلها، كيبداو الناس يقولوا واش دارت، شنو لقى عليها، شنو شاف فيها، شنو كذا شنو كذا. هذيك سمعتها من جويع الناس كاملين تيقولوا، يعني من ناحيه البنات ديال الدوار تيقول لهم ديك السيد شنو كيصحاب راسو كاع ملي نطلق هذيك، شنو اش بغى يكون كاع هو. يعني شنو هذه القضيه وصلتني بان اش بغى يكون كاع هو. شنو نقول لك، والله ما نعرف. يعني دابا شتي دابا راني مرتاح نفسانيا، يعني زعما مرتاح هو هذاك. ولكن شوف، واش عمرك شتي شي طير مرتاح بجناح واحد؟ لا، ما يقدر لا يطير لا والو، يبقى يفضفض. لا عفا خويا، الله سبحانه وتعالى خلق المراه للراجل وخلق الراجل للمراه. باش نلقاو الانس. واش دابا تدخل دارك في العشيه توسد صاحبي الوساده بوحدك او؟ ما بقيتش نمشي للدار دابا، يعني وليت نعس غير في الحانوت، لان رهنت الدار باش نخلص ديك الدين ديال البنك. لا ولا قوة الا بالله. ولكن ما عندك القدرة تكري تابيت. ما هاد الساعة عندي ما بغيتش نتزوج، هاد الساعة ما بغيتش نتزوج، بغيت نسترح شي شوية. تنسى داك المشاكل ديال داك المرأة، لأن صافي وليت خديت واحد القرار أنني ما نتزوجش مدة هاد الساعة هادي، واحد المدة عام ولا عام. سيدي يونس اسمع لي نقول لك، اسمع لي. شتي إلا عندك الصحة. نعم. وعندك واحد شوية ديال المدخول. خاصك الخميرة. العاقل خصو الخميرة. حيث الخميرة هي البركة. وإلا مشى حتى ربي ينعم عليك بشي درويشة. وكنعرف منهم في المغرب، يا وحبيبي يا ولد عمي. نعم. وفي خبارك راه عندكم أنتم في الشلح واحد الطرف كبير منهم. نعم. يا راه باقا النية والبركة عندكم أنتم بزاف. نعم. والله وطيح في شي وحده باها يكون من هذوك حملات كتاب الله، وامها تكون واحد الصباره، والله تحضر معاك يتبدل حالك في ساعه.
عرفتني تبدل الحال في ساعه. تنعرف واحد الشاب من شلوح من حبابي جا للدار البيضاء، جا شارط في واحد الجامع فقيه، مره يجمعوا ليه الناس يعطيو شي بركه. مازال دابا الامور تاثرت، هادشي تلعود راه عنده تقريبا 21 عام دابا الامور، ولا عندهم الحمد لله كانوا الناس الحومه اللي تي كانوا الناس. قال لي ساكن في واحد البيت، قال لي حاط جليبتي وحاط مين داعي وحاط كتيباتي، قال لي واحد الحال، قال لي اخويا حزين، كيشوف في المنام واحد البنت جايبه ليه صينيه ديال اتاي، والصينيه قال لي فيها الكيسان بزاف، وجابت لي حطات لي صينيه كتقول لي كب، تيقول لي واش انا بوحدي ونكب لهذا الكيسان؟ قالت لي كب انت مالك؟ قال لي فقت، قال لي كنقلب نفسر هذيك الرؤيه ما فهمتش. مشى عند واحد من الحباب ديالو قال لي اودي خصك تزوج، قال لي واش كتشوفني انا حالتي وكتشوفني؟ قال لي يا خويا انت مالك؟ سير تزوج درويشه بحالك في هذاك البيت نيت تسكن معاك فيه وكذا وكذا. قال لي مشيت بقيت نقلب بحال هكا، تيتلاقى في الجامع واحد السيد سولو واش اخويا تعرف شي واحد من الحباب يقبلوا عليا؟ قال لي موجودين، مشاو خطبوا ليه واحد الدرويشه. قال لي دخلات البيت الزوجيه، دوزنا واحد الشهر، واحد الامام في واحد الجامع كبير مرض خصو ينوب عليه، مشى صلى بالناس، احمقوا عليه الناس، القراءه ديالو التجويد ديالو الدرس ديالو حبلوا عليه. قال لي نكمل الصلاه، السيده توقفي في الباب، دوز رفقي تغدى معنا، دوز تعشى معنا، قال لك نجيب جيبي عامر بالفلوس ندخل. ما بقاش قال لك عرفت نحسب، لان قال لك نحسب انا غير بدرهم بدرهم، حتى وليت قال لك 500 درهم 700 درهم قال لك تلفت، قال لك نجبد الجيب نخوي ونعطيها هي تتخزن. قال لك مشي لا غدا عاوتاني نرجع للجامع ديالي، الناس كاع اللي شافوا وصل لك يجيو لهذاك الجامع صغير. دوز اسيدي كدا، دوز اسيدي كدا. واحد النهار جات واحد الليله ديال الذكرى ديال واحد السيده متوفيه ولدها، قال لها الليله مشى مع الطلبه بدا يجود، هدا ليه واحد المحسن بارتما هبل، هذاك هذاك المؤمن سمع هذاك الصوت سمع هذاك القراءه قال لي يجدب في البلاصه، جا عنده قال لي نعم سي سميت، قال لي سميه في الفلي، قال لي عمر لي الشك عطى لي الشك، قال لي تخلعت شفت المبلغ كبير، قلت لي قال لي يا سيدي سير ويلا ما كفاك باش تشري الشقه ديالك عيط عليا نكمل لك، قال لي شريت الشقه وشاطليه دابا، قال لي يا خويا راه عندي الطوموبيل وتنسوق وعندي الوليدات وعندي الحساب فيه الفلوس شايطين. لهذا سيدنا ابو بكر اللي تيقول نقصدوا الغنى في الزواج هو راه حل من الحلول داخل البيئه المؤمنه الصالحه، ماشي هذاك اللي عنده باغي عي يفرخ وباغي، لا داخل البنيه ديال الصالحين. وهو هذا الشاب سي يونس عنده الخوف عنده الورع، خايف ارتكب اخطاء وخذ درس من الاخطاء ديالو وخايف. نصيحتي لسي يونس الا تعتبرني اخوك الكبير شتي في هذا الظرف سير خطب بنت الناس، قدرتي ترجع هذيك الشريفيه الاولى سير طلب السماحه من عائلتها وقول لهم غلطت بنتكم وسمحوا لي وردها كان خير، ما قدرتيش ماشي عيب، طلاق راه ماشي جريمه ولا راه حاجه حلال، ولو انه لو انه ابغض الحلال عند الله يعني راه شي حاجه ثقيله يمشي يتزوج. ولكن هذيك الدرويشه الذكيه باش كتعرف هي الدرويشه الذكيه، كتلقى عندها شخصيه قويه تتصبر، ولكن خصك تسمع لها رايها كتقول رايها، تقول لك لا ماشي هكا لا ماشي هكا، راه الله يخليكم ملي واحد يمشي لمدينه بغداد في العراق دايرين واحد السقايه الماء في وسط بغداد فيها السيده اللي حرقات 40 حرامي، علاش حاطين هذا في مكان رمز؟ لان الرزق كيجي منين؟ قال لها أنى لك هذا يا مريم، نبي 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 من اكبر الانبياء من الانبياء الثقال، اكبر الانبياء هو سيدنا رسول الله، ولكن هو ضمن العهد القديم ما في العهد الحديث هو سيدنا رسول الله في كل زمان وكل مكان الحمد لله. فهنا يمشي يقصد الدرويشه اللي الوالدين ديالها مصالحين والصالحات غتجيب الخميره، لان شنو هو الدور ديال صيغه المتعه في النجاح؟
الشاب اللي كيكون عنده المعاناة مثلا عنده مشاكل مادية ما عنده ساكن في الحانوت صيغة الموت عامل غيجيبها ما كيناش اش غيولي يما غيتربى فيه الكارو يما غيتربى فيه الحشيش يما شرب لان ما كيقدرش الانسان يصبر مدة طويلة على انعدام المتعة هو تيتعب ملي تجي الدرويش حداك وكتلقحك تعطيك صيغة المتعة كيولي المعاناة ديال الرجل عندها حلاوة تتعب تدخل دارك تستراح وتتمتع مع زوجتك وتتبادل الحديث شنو تيولي كيولي عندك الزهر بغيت تيقولك فلان عنده الزهر منين جا الزهر جات الزهر من واحد لان ملي كتفيق انت الصباح عيان كتلقى شري فيه حدات قميجتك عطرات لك حويجاتك تخيل تخرج لابس قميجه محده ماشي بحال قميجه مكمشه ها تخيل احنا من يما تزوفت عطيك باش كنا كنحدو قمامجنا ولا كنا كنلبسوهم في الليل تحت فوق فوق تريكو الصوف الا لبستيها فوق تريكو الصوف كتحدد باللحم وشوف ملي كتكون عندك شريفيه ما كتبقاش دير هاد المشاكل بحال هكا كتولي مرحبا سير نجاوبو وفاء انها تعطي تقار وتوقر ولدها بوحدو الامر ما كافيش لان الحباب راه دائما في الشموليه في كتكتمل النصيحه راه ماشي في داك الطرف ديالها في جميع الحلقات راه عودتكم على واحد الحاله سميتها البنيويه لا ستركتوراسيون البنيويه ملي كندخلوا للاستوديو وتنجلسوا المشرفين على انجاز الاذاعه درسوا طريقه باش الاستوديو مديور فالميكروبات كيتحركوا والكراسة كيتحركوا اذا كيخولوا لنا واحد الراحه كبيره باش نخدموا مرتاحين فهنا دارت اون ستركتوراسيون دو ليسباس دان بوين دو فيو ديزاين اي دان بوين دو فيو ارغونوميك لو بلوز اوبتيمال ايلي ستركتوري بور لا فونكسيون ديالو ايلي ستركتوري الاستوديو شتي هاد لوبتيميزاسيون وهاد الاناليز انه كدار تحليل سبقي باقي ما جاوش الناس وداروا الحساب باش غيدخل واحد واتساع وكذا وشوف 8 سنتيمتر عطي متر هنا دار الحساب هذه راه هي لا ستركتوراسيون الطفل المغربي العربي الامازيغي المسلم في دار الغربه معرض للسؤال اش من سؤال معرض ليه اشنا هي نكون مسلم واشنا هي يكون هو مسيحي وشنا هي الاخر يكون علماني اشنا هي انني انا ما نشربش الشراب وما نعاشرش البنات وهو مسموح ليه يشرب الشراب ومسموح ليه يمشي مع البنات اشنا هي الحلال شنو هو الحرام هاد الاسئله واش كتلعب دور في توتر وفي اضطراب البنيه النفسيه الاشخاص ولا ما كتلعبش دور فلقيت اللي كيمشي واحد الشاب ويبدا يخترق واحد الحدود ها مره غادي يشرب ها مره غادي يدوز الليل في واحد بوا دو نوي ها مره غادي يمشي مع شاب على اساس علاقه لان تما في دول الغرب عندهم كل شيء مباح حتى العلاقه ما بين الاخوه اصبحت مباحه ان الاخ والاخت يعاشروا بعضهم في مجتمعهم صبحات مباحة باقي لحد الآن ما قاسوش الحد ديال الولد مع أمه والبنت مع أبوها الله أعلم شي عام تتولي تاهي مباحة العلاقات مع الحيوان مباح العلاقات مع يعني شغلوا مدك أنا شخصيا ما شغليش ما تندخلش في هاد الشهادة كل واحد أنا في رأيي ينظف باب داره ويقابل شغله اللي كانت لقاهم ويجوا عندي المكتب ويطرحوا لي سؤال راه كنقول انا جا عندي اما باش ندوينا في الاعلام عليه هذاك الشيء لا حنا تنوقروا مسائل الناس احترمينا حنا كنحترمهم ولكن انني نطلع جهاز المناعه لولدي وبنتي كاين جوج ديال الطرق
الله سبحانه وتعالى تيقول لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعيا إلى الله بإذنه. الله اللي أذن النبي صلى الله عليه وسلم باش يكون داعية وعطانا الطريقة باش هو داعية. ما قالش لنا دار قناة فضائية، ما قالش لنا مشى سجل في فيلم وحطه في الانترنت، ما قالش لنا قال لنا سراجا منيرا. إذن شنو هي الطريقة باش هو داعية؟ بالحال، حتى أن أمنا عائشة كانت تقول في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان قرآنا يمشي على الأرض. جسد القرآن كله في أخلاقه، حطه في الدم دياله، حطه في حاله، حطه في كلامه، حطه في صفاته. بغيتي تقرأ تسمع القرآن تقرأه قرأه من عنده، بغيتي تشوفه صورة كيتحرك هو. إذن ملي قال لنا داعية إلى الله وأعطانا بالحال ديالو أنه سراج منيرة، أعطاناش هنايا واحد معلومة كيفاش نتعاملوا مع أولادنا، أنه اختاريت نمشي نعيش في أمريكا، اختاريت نمشي لأوروبا، اختاريت نولد تما، إذن عندي احتمال أن ولدي تلوت ليا بالبنية ديالهم، وعندي احتمال أن ولدي ميتلوتش. دابا الولد تلوت، بقى تلوت، ولكن أنا ما نحبش من سراج منيرة، ما نحبش. تواظب على صلاتها، تفيق في الليل تقرا الحزب ديالها، ولدها ناعسي، ما تدوي معاه، ما تقول ليه صلي، ما تقول ليه صوم، غير تقابل حالها. سراج منير. ملي يوصل الجمعات تمشي للجامع وتصلي ودير واحد الصدقه للفقراء المسلمين، وتقول لولدها اجي معايا غير صور بالكاميرا باش نصيفطو لعماتك والخالاتك الصور ديالنا، جعلو هو مصور، والسيد كيصور هو ما معنيش بالامر، ما معنيش. على الصحابه كيف سلموا، والمسلمين الاوائل كيف سلموا، راه حاربوا المسلمين، وفي قتالهم المسلمين، وفي قتلهم المسلمين لقوا بان المسلمين عندهم اخلاق، لقوا بان المسلمين عندهم كلمه، لقوا ان المسلمين ما تيكذبوش، ما يقولوا اواه واش حنا تنتحاربوا معاهم وتنقتلوهم وحنا تنكذبوا عليهم، هما ما تيكذبوش، راه بالصدق باش ربحوا المسلمين، ما تيكذبوش. الا قالوا نهار اثنين مع تسعود غيتحاربوا معك، نهار اثنين مع تسعود يوقفوا عليك يتحاربوا معك. الا قال لك عليك الامان ما يقيسوكش، ما يقيسوكش. فالخصوم المسلمين عرفوا هذه الخاصيه فيهم، ما تيخونوش العهد ديالهم وكيقولوا الصدق، حتى جعلوا الكفار يحترموهم. عرفت شنو هي؟ الملك روم كان كيحترم المسلمين، هو قوى منهم، القوة عنده قد قداش، ولكن من اللي سمع سول قال لهم كلموني على هذا النبي ديالكم، كلموا بما تصفونه، باش كتوصفوه؟ قالوا الأمين. قال ما تيكذبش؟ قال أبدا. قال عشرته وعرفته ما تيكذبش؟ قال أبدا. قال لهم كيفاش الحال ديالو؟ العدل. شتي بالحال ديالنا رجع له الحجر يتغير. عائلة مغربية وقع لولدها هذا الحال هذا، وتغرم في شاب أمريكي، لأن عيشوا لو غيف أمريكا، يديه في الباطو، ركبوا في الطيارة، الدري مسكين ما عمره في حياته مركب في الطيارة، جات كيمشي من الليلة خرجة وقال ليه راجل سوي أموغو وعيشوا، الأخر مسكين تغربق ودخل في هالدوامة هذه، كتقول يا موبا كنشوفوا لنا ضياك، اسكتوا اسكتوا. جا المغرب عطلة، قلت له سلم على الشاب، بقيت اللي سلم اللي سلمت عليه بغي يجر يدو، بقيت شاد يدو، خليته شي حيد يدو، كي بغي يجرها شادها، قلت له علاش باغي تحيدها دغيا؟ قال لي راه حيت سلام هو هذا، قلت له لا، حيت قلت له الراجل اللي ما حبش راجل والله لا هو راجل. عندك تحب راجل كي ولا راجل خصو يحب مرا، غير قلت لي عندك تغلط، هذاك اللي انت كتعرفو اللي راه ذكر، اما الرجال
حبهم من الناصية إلى القدم أما ما بين الحزام والمقعد فهو حق شرع للنساء. إذن تنشكر كل مستمعات ومستمعي الأوفياء على حسن المتابعة والاستماع للبرنامج بكل وضوح. موعدنا كيتجدد بكم غدا بإذن الله في نفس التوقيت. لكم تحيات سعيدة عقل في الإخراج البرمجة الموسيقية، وخليكم دائما أوفياء الميد راديو الإذاعة القريبة منكم.